السلام عليكم وأهلا بكم متابعي قناة أعرف. طريقة نومك تعبر عن شخصيتك. النوم على جانبك مع ثني ركبتك، هذا يعني أنك شخصية هادئة. عندما تفكر في المستقبل لا تقلق كثيرا، فقد تبتسم حتى إذا كانت الأمور لا تسير في الطريق الذي تريده. النوم بهذه الطريقة يعني أنك شخصية تستطيع التعامل مع المشاكل بسهولة. لو تنام بهذه الطريقة فأنت شخص مميز في حل المشاكل. النوم بوضع الجنين. إذا كنت تنام بوضعية الجنين فهذا يعني أن لديك رغبة قوية في إيجاد الحماية. أيضاً تريد أشخاصاً يفهمونك ويتعاطفون معك. عندما تلتفت بهذه الطريقة في نومك فأنت تبعد نفسك عن كل المشاكل التي تواجهك، وتريد إبعاد نفسك عن كل مشاكل العالم. غالباً لديك مواهب، قد تكون الرقص أو الرسم. حتى إذا لم تمارس هذه المواهب فأنت مميز في عملك ولديك إبداع خاص. النوم على بطنك مع إبعاد يديك ورجلك. إذا كنت تنام بهذه الطريقة فهذا يعني أنك شخصية قيادية ودائما لديك روح المبادرة في حياتك الشخصية وحياتك المهنية. ولأنك شخصية لا تحب المفاجآت فأنت تخطط لكل شيء بعناية، حتى الاحتفال بعيد ميلادك، والحفلات لا تفضل أن تكون مفاجئة. لديك إحساس قوي في علاقتك العاطفية وعلاقتك مع الأشخاص، أيضاً زملاء العمل يعنون الكثير بالنسبة لك، ولأنك تتمتع بقدر كبير من تقدير الذات، فأنت مؤهل لتحقيق النجاح والوصول لأهدافك. النوم على ظهرك، هذا يعني أنك تحب أن تكون بين الناس، وعندما تكون في علاقة محبة تحب أن تكون في وسط كل اهتمام شريكك. أنت تفضل دائماً أن تكون صادق مع نفسك ومع الناس. دائماً ما تفرض شخصيتك نفسها على جميع الحاضرين معك. النوم بوضعية جندي في وضع انتباه، هذا يعني أنك في وضع جيد، لديك هدف في حياتك، وأنت تعرف ماذا تريد بالضبط. لتحقيق أهدافك، إذا لم تستطع الوصول إلى أهدافك، فإنك تلوم نفسك كثيراً، ويصبح الأمر متعباً جداً. القوانين مهمة جداً بالنسبة لك، وتتوقع من الناس أن يكونوا مستقيمين وواضحين معك. النوم وقدم فوق قدم. أنت شخص غير عادي، لديك صفات شخصية فريدة. مزاجك يتغير سريعاً، وهذا ما يجد أصدقاؤك والأشخاص الذين يتعاملون معك صعوبة في فهمه. أنت تركز جيداً عند أخذ قرار، حتى لو كان قراراً صغيراً في أشياء تافهة.